بعد تقلص مدة السماح بالتجول في مدينة جدة، وجهت أمانة جدة بضرورة التعقيم الكامل لكافة المرافق لتستمر الجهود في الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ أكثر على سلامة المواطنين والمقيمين. الإجراءات الاحترازية عندنا في المجمع تبدأ من البوابات بقياس درجات الحرارة وتوفير الماسك والقفازات للزوار والمتسوقين. أيضا عندنا غرف عزل لا سمح الله في حال اشتباه في حالة، يوجد غرف عزل مجهزة كاملة طبيا. غرف المصليات يعني احنا ما فتحنا مثل المساجد، لانه التعليمات من الأمانة انه غرف المصليات تبقى مغلقة كما هي. الكل ملتزم في الإجراءات الاحترازية، يعني انت اكيد انت في المجمع من اول فبتشوف الناس ما في احد يمشي من غير الكمامة. اتمنى من الزوار والمتسوقين الالتزام بالإجراءات الاحترازية من شان نعود لحياتنا الطبيعية ونعود بحذر. صراحة أنا شايف الاحترازات كانت جدا ممتازة، نصيحتي أن الكل يلتزم بلا استثناء، وأرجو أن لا نتساهل بالموضوع نهائيا حتى نقدر نتخطى هذه الجائحة بإذن الله. الإجراءات اللي بسوي طبعا كمامة، طبعا إحنا ما مو لازم في العادات السعودية ما شاء الله بنغطي وشنا على الخشب بس، وبنغسل إيدينا يعني ونلبس جوانتي. هذه الجهود لن تكتمل إلا بتعاون المواطن والمقيم على الوجه المطلوب واستشعار المسؤولية. لصحيفة اليوم، محمد بن مشهور، جدة.